واي. صحتك حياتك. أنشطة، مهرجانات، حملات توعية ورياضات، فعاليات من كل الإمارات لكم، نسلط عليها الأضواء من أبوظبي. الاثنين 10 مساء بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الإمارات. مهرجان أبو ظبي احتفاء بعقد من التميز. كيف الصحة؟ برعاية شركة أبو ظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. طبعا مشاهدين رجعنا لكم من عقب هذه الوقفة القصيرة، وبعدنا مستمرين في حوارنا حول عمليات شد البطن. طبعا قبل أن نبدأ عن كيف الشخص يجهز قبل العملية، كان في سؤال الأخت عليا على ما أعتقد كانت تتكلم عن العملية، عملية شد البطن، وحابة أنها تقوم بها، عندها 3 يهال ومتخوفة من الحمل الجديد، أن هل ممكن يأثر على الحمل الجديد، هل ممكن يكون في مضاعفات قد تؤثر على الحمل في المستقبل. فما أعرف نبدأ وياك دكتور ولا؟ نعم طبعاً. إحنا ننصح المرضى أو الناس اللي يجون لعمليات شد البطن إذا هم يبون يحملون في المستقبل إن يأجلون العمليات هذه. السبب ليش؟ إحنا في مثل ما قلت في العملية إن من الأشياء اللي تصير فيها الترهل هي عضلات جدار البطن، فإحنا نخيطها. الخياطة هذه يؤدي إنه يكون نوع من الضغط على الرحم والجنين مع النمو. الجنين والرحم لما يكبر شوي شوي ويكون في عليه الضغط، هذا ممكن يأثر على نمو الجنين، شيء واحد. الشيء الثاني العضلات هذه اللي احنا خيطناها ممكن يصير فيها نوع من الترهل والتشقق، والخياطة هذه تنفتح فيصير ترهل مضاعف في عضلات البطن، وممكن يؤدي ان المرأة هذه يصير عندها فتاق. نعم هذه مشكلة ثانية، وهذه مشكلة كبيرة. نعم. بس احنا قاعدين نتكلم هني فترة زمنية ايش كثر، يعني اذا واحدة سوت عملية وبعدين حبت انها تحمل، يعني متى ممكن يكون امن؟ ايش كثر لازم يمر على العملية؟ سنة سنتين؟ يعني عادة من يعني 3 شهور 6 شهور ما دام صار هيلينج، هذا يعني هذا وقت مناسب. بس دائما احنا نقول للمرضى، يعني إضافة على اللي يقوله دكتور خالد، أن الوزن المثالي اللي أنت تحبه أو اللي يناسب جسمه وطوله، وهذا جدا مهم. نعم. النقطة جدا مهمة قبل لا نسوي سواء كان شد بطن أو لايبوسكشن. ما يجيني واحد مثلا وزنه 100 يقول يسوي لي شد بطن، أنا أفضل أن ينزل بطنه ويصير له ترهلات عشان يقصها مرة واحدة. يا دكتور مقداد خذتنا حق السؤال بس إلى الحين، اللي هي الإجراءات اللي الشخص اللي حاب أنه يسوي هذه العملية لازم يقوم بها قبل لا تبدون معه. يعني الحين لنفرض حد وزنه 150 كيلو يا عندكم، وحاب انه يسوي شفط وشد بطن مره واحده ويا بعض، اول شيء تقولون له شو يسوي اول شيء؟ يمكن دكتور ذكرت رياضه انه يخفف اول شيء ويستمر لفتره 2 شهر. نعم. شو الاشياء الثانيه بعد اللي لازم يقوم بها؟ طبعا الرياضه، التغذيه مهمه جدا، المهم يغير اللايف ستايل عنده، المهم جدا الاراده في أي شيء في الحياة. إذا ما عندي إرادة ما بقدر أسوي. دائما أقول للمرضى اللي يوني عندهم أوزان، فيهم يقول لا أنا ما أقدر أنزل وزني، بليز ساعدني. ما لأنكم نعم. أنتوا الحل السريع. نعم. والحل السحري اللي بيكون أساس أنه ما يتعذب بالرياضة أو بالرجيم. أي بس لازم كل شخص عنده إرادة قوية أنه يقدر ينزل، وأنا متأكد كل شخص في أنه يقدر يسوي هالشيء. نعم. يقدر يسوي رياضة، يقدر يلتزم، يقدر يغير حياته. كيف تكون ردة فعلهم لما تعطونهم مثل هذه التعليمات؟ هاي سايكولوجيكال سبورت. أنا والله في ناس جلست معاهم ونفعت معاهم كثير. نعم. يعني أنا مو بدكتور نفسي. بس جدا مهم. إيه جدا هذا. نعم. مهم طبعا. نعم. أنا أحس المرضى كثير يهمهم جدا لما يشوفون الصور المرضى السابقين كيف كان جدار البطن والترهل قبل العملية وبعد العملية. أنا راويهم واحد أزلنا عند الشحن الزايد،
ما شدينا البطن بسبب أنه مثلا كان عنده وزن زايد وصاير أن الجزء السفلي من البطن مترهل ومؤثر على ظهره. في ساعات احنا نسوي العمليات هذه من غير ما المريض ما ينزل وزنه بسبب المشاكل اللي تصير عندهم. المرضى هذول اللي عندهم ترهلات زايدة تصير عندهم تشققات في الجلد أسفل البطن بسبب لما نقول دكتور أسفل البطن اللي هي أسفل السرة؟ أسفل السرة نعم. الجلد يكون مترهل صاير مثل طبقات نعم. وما بين الطبقات هذه بسبب التعرق الزائد والاحتكاك في الجلد يصير تشقق في الجلد ويصير عندهم التهابات. الساعات الترهلات هذه والشحم الزايد يأثر على الظهر. كل كيلو جرام زيادة في البطن يشد مثل وزن ضغط على الظهر 7 كيلو جرام. فتصور واحد عنده 50 كيلو جرام زيادة كيف الضغط اللي بيكون على ظهره. فساعات نضطر نسوي العمليات هذه نزيل الشحم من غير ما نشد جدار البطن عشان نخفف من الأوجاع هذه اللي عندهم نعم. أو نعم. نخفف من التهابات الموجودة أسفل البطن. وبعدين تجي المرحلة الثانية وبعدين بعد ما نشيل هذا طبعا شكل البطن ما يكون المشدود والمنحوت والقوام الممشوق مثل ما نقول نعم. لكن في هالحالة المريض لازم يبدأ الرياضة اللي هو قبل ما كان يقدر يسويها بسبب آلام الظهر يبدأ يسوي الرياضة ويسوي الرجيم. نعم نعم صحيح. طبعا هذا اللي يقولها دكتور خالد مو بدكتور يعني مو بتعريف شد بطن يعني اللي ناس تسأل عنه يعني نعم نعم مجرد إزالة للطبقة الدهنية بس نعم. الدهون اللي موجودة نعم. وبعدين أي وقت بالإنجليزي نسمى الديرمولايبكتومي مو بشد بطن أو مو بتاميتك أو أبدمن نسمى الديرمولايبكتومي إزالة الشحم فقط نعم. طيب عندي بعد سؤال الحين يوم الشخص يجيكم هل تكون عندهم دائما في توقعات نعم. ودائما في هذه الصورة اللي راسمينها أن أنا بطني بيكون سيدة بيكون ما في أبدا بيكون ممشوق بيكون فعادة يجونكم بتوقعات واقعية أو قد تكون شوية توقعات أنتم تقولون لهم أنه لن يكون بالشكل اللي نعم. أنتم متوقعينه يعني دائما عند كاترة التجميل لأن أنتم تعطونهم هذا نعم. يعني نعم. البوست أو هالأمل أو نعم. فكيف تبينون لهم او هل ممكن ان تخيلاتهم او توقعاتهم تكون نعم. في نفس المستوى نعم. والاستشاره قبل العمليه مهمه جدا. الواحد يقعد مع المريض ويحاول يفهم هو شو يبغى. بعد ما نستوعب من المريض الاشياء اللي هو يباها نراويهم الصور مثل ما قلت والصور هذه يبين المريض هل هو متوقع هالشيء نعم. ولا متوقع شيء ثاني نعم. ولو كان توقعه غير منطقي احنا نوضح له ان ما في شيء مثل ما هو يباه ان ما في شيء مثل خلقة الله سبحانه وتعالى. احنا نحاول نرجع الجسم للشكل قدر الامكان الطبيعي نعم. لكن بيكون في علامه جراحة. بالحديث عن العلامة دكتور لأن حابة أتكلم عن الإنسجن نعم. اللي تسوونه نعم. عن الآثار اللي تتم بس عندنا اتصال أيضا نأخذه ويا بعض ما شاء الله قلت لكم اتصالات كثيرة اليوم عندنا اتصال. يا هلا أهلا السلام عليكم. يا هلا مريم وعليكم السلام تفضلي. لو سمحت ممكن أكلم دكتور؟ أكيد تفضلي. لو سمحت دكتور أنا عمري 23 سنة الحين وزن الحين 44 بس عندي ترهلات وايد يعني أقدر أسوي عملية ولا لا؟ وزنك 44؟ هل كان في فقدان لوزن زائد؟ بدون رياضة شيء نزل وزني فجأة. نعم ما أعرف إذا حابين تسألون أسئلة ولا نجاوب؟ بنجاوب أعتقد. نجاوب. لأنه جزء نعم. من ال. نعم شكرا شكرا على اتصالك يا مريم. يعني 44 كيلو يعني وزن تحت الطبيعي بأي شكل من الأشكال. بس في فقدان الوزن كان نعم. فقعدت تتكلم عن العملية إذا تقدر تسويها ولا لا. السؤال اللي قبل سألتي عن التصور نعم. المريض وايد جدا مهمة يعني كيف ينظر لجسمه أو يتخيل الممثل الفلاني أو الممثلة الفلانية. هذا دائما يعتمد على جسم الإنسان قبل لا يصير عند السمنة. يعني الناس اللي عندهم حواض كبيرة مثلا غير اللي عنده حوض صغير لو زادت عند السمنة نتيجة العملية نتيجة الشد أو نتيجة البادي ليفتنج مثلا هذه نتيجتها غير عن نتيجة اللي جسمه واحد عريض أصلا نعم. في سواء كان في شد البطن كبنية أو كان جسم الإنسان إيه كبنية جسم الإنسان هي اللي هي سبب يعني من أسباب نجاح العملية أصلا من ناحية شكل ومن ناحية رضا
الشخص نفسه. نعم، لأن دائما مثل ما ذكر الدكتور يعني القناعة مهمة جدا في هذه الأمور. يعني الشخص لما وأعتقد في هذا الزمن ما أعتقد في أشخاص قد يأتون بدون ما يسوون their own research مثلا أو سامعين أو فتكون عندهم توقعات قد تكون شوي مقبولة. بس بالنسبة للأخت المتصلة، يعني هل ممكن يكون شخص لا ما يحس أنه بحاجة إلى شد بطن، قد يكون ترهل عادي ممكن يروح بالرياضة بس يجون عندكم إنه حابين، يعني ما أعرفش كثر كم من سنتيمتر اللي ممكن يعتبر هذا ترهل أو نسبة جلد مناسبة للقطع وشد البطن؟ هذه بداية الحق، لكن لما تكلمنا عن الجلد وتكلمنا عن الفات نفسه، هل هو ترهل في الجلد؟ في حالته ما أعتقد في كمية الترهل. صحيح، حالته ما في بيكون في فات، بيكون فات بسيط، ويعتمد مثل ما قال دكتور خالد في البداية عن الإلاستين وعن الكولاجين في جلد الإنسان. في ناس يعني عندهم الكولاجين والإلاستين أفضل من غيرهم، يعني محظوظين. محظوظين فعلا. نعم، فممكن تجيكم وممكن تشدون له إياها. ما في أي مشكلة حتى إذا كان الوزن دون هذا، بس أكيد عقب الاستشارة بالضبط. ما في يعني إحنا لازم نعرف شو سبب الوزن نزل. نعم. كم طوله حاليا؟ كيف تغذيته؟ لأن التغذية تأثر على العملية. الإنسان اللي عنده ضعف وفقدان في الإنزيمات ونسوي لهم العملية، التئامهم للجروح ما بتكون طبيعية. صحيح. فإحنا لازم نتأكد من هالأمور. 44 وزن قليل، بس يمكن يكون بالنسبة لطولها وزن مناسب، فإحنا لازم نشوف شو طولها وكيف فقدت الوزن وشو سبب هالفقدان الوزن. نعم، ها كله يتم من خلال الاستشارة. أقل من ساعة هذه الاستشارة تكون بسيطة جدا ومتاحة. نعم. الواحد يروح وما بيخسر شيء. بالضبط. أكيد. وكنا نتكلم عن الجرح اللي يصير. نعم. من خلال عملية شد البطن كبير. يعتمد هذه كم ترهل عندها. وهذه يعني واضح كبير، إيش كثر ممكن أصغر شيء يكون وإيش كثر أكبر شيء يكون؟ شوفي الجرح اللي بيكون يعتمد هالترهل هذا موجود فقط أسفل السرة، شيء بسيط، يكون الجرح بيكون مثل جرح القيصرية، يعني عمليات القيصرية صغير نسبياً. صغير نسبياً. أوكي. لكن لو الترهل هذا من يعني مو فقط في جدار البطن الأمامي لكن جاي على الأطراف. نعم. وساعات للخلف، فالشق ممكن يكون واصل لعظمة الحوض على الطرف أو ممكن طالع على الظهر. أوكي. يعتمد كم الترهل اللي عنده وين. ساعات الجرح ما يكون أسفل البطن، يكون من فوق. فوق. يعتمد الترهل هذا أسفل السرة ولا فوق السرة. في بعض الحالات اللي تكون الترهل فقط متركز فوق السرة، نسوي الشق من فوق البطن ونشد الجلد، بدل ما نشد لتحت نشد لفوق ونزيل الجلد الزايد. نعم. أوكي. نعم. ففي حالات كثيرة يعتمد على، وفي بعض الحالات نسوي ممكن نقصر الجراحة الجرح من نسوي شد شفط الدهون معاه، فتروح هذه الدهون فيصير ونقدر نشد الجلد بطريقة بحيث أن الخياطة تكون قصيرة. نعم نعم. في تكنيكات كثيرة، الواحد يعتمد على الحالة، يعتمد على الشخص الموجود قدامنا. نعم. وكيف الترهل عندك. كل حالة لها خصوصية تأكيد. نعم. هي بس كانت تسأل عن السكار، عن الندبات. نتكلم. نعم. عن السكار. لازم يكون فيه سكار. هو موجود بنتكلم عنه، بس بعد عندنا اتصال. نعم. معنا اتصال. يا هلا. ألو، السلام عليكم. يا هلا يا ليلى، شو الأخبار؟ وعليكم السلام. الحمد لله تمام. الحمد لله. تفضل. مشكورين على هالحصة. شكرا على المتابعة. تفضل يا ليلى، اسألي سؤالك. بغيت أسأل بس الدكتور، لأني قبل 3 شهور سويت عملية شفط دهون. نعم. إنزين، وعقب 5 أيام صار عندي سايد إفكت. نعم. شو هو السايد إفكت؟ حسيت شيء يألمني 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 من راسي من الخلف، وصار عندي انتفاخ فجأة في الساقين. صرت. نعم. للمستشفى كان يقولوا لي عندك حبس سوائل ولا ما ادري شو، بس اوكي صار عني هذا الشخص مسوي لي الابره. رديت للمستشفى اللي سويت فيه شفط الدهون. نعم. سووا لي ابره ما ادري شو، قالوا لي هاي مضاده للماده اللي حطينا لك اياها، بس تم عندي تخدر في نصف راسي وفي نصف ايدي. الحمد لله صار عني عقب ما سووا لي هالأبرة، بس من ذاك اليوم أعاني من ارتفاع ضغط الدم. فما بعرف، رغم إني سني صغير يعني وما كان عندي ضغط ولا عندي شيء، بس بغيت بس الدكتور يطمني إذا هذا ارتفاع ضغط الدم بيتم لي عقب العملية أو
وبيروح عني إن شاء الله. نعم نعم ما عليك شر إن شاء الله يا ليلى. ما أعرف إذا الدكاترة حابين يأخذون معلومات ولا نجاوب بشكل عام. شف نعم. الدهن وين سويت؟ نعم ليلى وين قمتي بعملية يعني في أي منطقة؟ في أي منطقة؟ الإمارات. لا بس في جسمك في أي منطقة؟ في البطن؟ هي بالبطن بس في البطن. الجوانب. بس في الجوانب. نعم. الحين النتيجة كانت أوكي لأنه يمكن هو شفط لي زيادة عن اللزوم أو ما أدري. بس أنا أبغى بس الدكتور إن شاء الله يطمني على الحالة وخصوصا أنا الحين حاملة في شهرين يعني. لا إن شاء الله ما عليك شر ما عليك شر يا ليلى إن شاء الله. والدكاترة جزاكم الله خير. هي عندها سؤال إن ضغطها مرتفع عندها انتفاخ صار في ريولها صار عندها تخدر في الذراع هكذا صار عقب ما قامت بعملية شفط بسيطة في الجانبين. نعم. فهل ممكن نعتبرها نوع من أنواع السايد افكتس يعني هل كومن هل ممكن يصير بشكل وايد أو كان في مشكلة صارت أثناء طبعاً ما نقدر نعرف أو أولاً موضوع الضغط ما له علاقة في موضوع العملية نفسها يعني. نعم. العملية مجرد شفط للدهن بس نفسه طبقة نعم. الدهن فالضغط مرض نفسي يعني هي في يعني. سن صغير مثل ما قالت وما كان عندها هي المشكلة. حامل بعدين ممكن يلعب دور الحمل في أن ضغطها قاعد يرتفع والله لأن أعطتنا الكثير من المشاكل اللي في أشياء كثيرة يعني إحنا في سوائل نحقنها في البطن عشان مثل ما دكتور مقتدى نميع الشحم نعم. من هال من المواد اللي إحنا نحقنها في مع الماء هذا عبارة عن مادة اللي هو الأدرينالين أو الإبينفرين عشان يسبب نوع من انقباض في الشرايين لو صار جزء من هالمادة دخل في الدورة الدموية ممكن يرفع الضغط بسبب الانقباض في الشرايين هذه قد يكون شوية من المادة هذه دخلت تسبب ارتفاع في ضغط الدم لكن هذا إذا صار بيكون مؤقت لحظي ويرجع إن شاء الله وبيزول إن شاء الله وما عليه الشر وهي حامل نعم. فما في تأثير إن شاء الله لا أوكي. إن شاء الله الآلام اللي في الإيد اللي صار ما له علاقة بشفط الدهون لكن قد يكون أثناء العملية وهي نايمة على السرير وضعية اللي كانوا حاطينها في السرير إنه أثر على بعض الأعصاب وما كان في نوع من نعم. مثل ما نقول البادينج أو البطانة للإيد نعم. فأثر على بعض الأعصاب وسبب نوع من الخدر وهذا بعد مؤقت يلعب. وإن شاء الله بيرجع نعم. بيروح ممكن قالت حتى من شهرين يعني قامت بالعملية نعم. يعني فترة نعم. قصيرة جدا نعم. وصار في حامل الحين فما عليك شر مثل ما قالوا الدكاترة خاصة نعم. نعم. أحيانا لما نفتح الإيدين على نعم. فتسبب مثل هذه نعم نعم طبعا عندنا وقفة قصيرة مع آخر فاصل بنرجع أكيد دكاترتنا عقب الفاصل مشاهدينا أهم الخطوات التي يجب اتباعها عقب العملية خليكم ويانا كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة شريكك الصحي مدى الحياة لكل ذات عربية لكل حال من بتاريخ مشرق عربية ممزوجة بالمحبة الأصيلة كانت وستبقى سيدة التحدي والعنفوان نكبر بعطائها نفخر بإنجازاتها إنها المرأة العربية دراما الأيادي البيضاء الجمعة 7 مساء على قناة أبوظبي الإمارات أحب البر والمزيون الجو عندي يا أبو ميت شوفوا الحركات زين تبون تشوفوا من الأسرع خلنا ندش داخل البر عسى بيزيد التحدي ما فيك حيلة يا أبو ميت روح روح جدام أخ جسمي تكسر الحمد لله يا ولدي
الله كتب لك عمر جديد. أنا بعرف كيف تسوق بهالسرعة وبدون خوذة عسب تحميك من الصدمات. لو كنت في النهار ما كنت سويت حادث. في الليل ما تروم تشوف عدل، لازم تتأكد من إجراءات السلامة قبل لا تعرض حياتك للخطر. يعني لازم تكون في مكان للرؤية فيه واضحة، وتلبس خوذة لراسك والملابس واقية من الصدمات، وما تسوق بسرعة تعرضك للخطر. وبعد لازم تتأكد أن الدراجة الرملية في حالتها زينة، وما تسوق مسافات طويلة عسب ما ينفجر من برد المحرك. أنت تعرف يا سلطان أن ربيعك ما استوى له شيء لأنك كان لابس خوذة؟ الصحة ترى غالية واي. صحتك حياتك. دقيقة واحدة وبس تغير حياتك. تحب تستانس؟ تتسلى وتضحك؟ وتختبر ذاكرتك؟ وتراجع معلوماتك؟ وتجمع فلوس؟ وايد فلوس. ما عليك لأنك طرش SMS للأرقام التالية. شو تريا؟ شارك ويانا، كل ما زاد رسالك زادت فرصة اشتراكك، زادت فرصة اشتراكك في 60 ثانية وبس، بيكون حظك سعيد. نترياك. هين نترياك. حظك سعيد مع سعيد السبت 10 مساء على قناة أبوظبي الإمارات. للمشاركة أرسل كلمة حظك سعيد برسالة نصية قصيرة SMS على هذه الأرقام. ومن باقي الدول اتصل على الرقم التالي. كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. نعم مشاهدينا، أكيد يعني أي عملية لا تخلو يعني من عقب العملية من بعض الآلام التي يمكن تخفيف حدتها بواسطة بعض المسكنات، وهذا لا يمنع الإقبال المتزايد عليها. لكن للواتي لا يستطيعون أو يستطعن إجراء هذه العملية أو في مرحلة التفكير قبل اتخاذ القرار، صورنا هذه التمارين المساعدة في شد عضلات البطن. نتابعها ويا بعض.